زي ما نوهنا في أول الحلقة إن شاء الله النهاردة في فقرتنا الرئيسية هيكون حديثنا عن مدى تأثر المخصصات اللي بتوفرها الدولة لكافة القطاعات الحقيقة المتعلقة بحياة المواطن بالوضع المالي للدولة. المواطن ما فيش شك إنه يعني أي حد بيقدر يطلب يعني، فهو طبيعي إن المواطن يقول لك أنا عايز أعلى مخصصات وعايز ميزانية كبيرة جدا للتعليم والصحة والإسكان والدعم والأجور وكل حاجة. لكن السؤال المهم جدا، هل الوضع المالي الحالي للدولة يسمح بكل ده؟ طيب ايه هي الحلول اللي الدولة شايفاها لزيادة قوة الوضع المالي لمصر حتى يمكنها تلبية مطالب وطموحات كل أفراد الشعب المصري؟ هنتكلم إن شاء الله في هذا الموضوع بالتفصيل مع ضيفنا الكريم الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة للدولة. صباح الخير يا دكتور محمد، وأهلا بحضرتك معنا في صباح دريم. لو سألت كده بشكل عام في الأول سؤال كده، يعني وضع الاقتصاد والوضع المالي عموما في مصر النهاردة تقيمه ازاي يا فندم؟ مليء بالتحديات والظروف الصعبة الغير مواتية، والأمل بأنه يعني الأمور تمشي في اتجاه أفضل من كده. إيه أبرز التحديات اللي عندنا النهاردة يا فندم؟ إحنا بعد ثورتين أنهكنا الحقيقة اقتصاديا ونقديا وكل حاجة، وعارفين أنه عندنا مشاكل كثيرة جدا في الوقت اللي كان فيه مظاهرات ومطالب فئوية كثيرة جدا كلها كانت بتصب في حتة أنه عايزين نرفع الكادر، عايزين نرفع المخصصات للقطاع فلاني والعلاني. بس أكتر التحديات اللي النهاردة بتواجهنا ماليا إيه هي؟ بالتأكيد عندنا نقص موارد دولة ناتج عن أوضاع اقتصادية. بالتأكيد عندنا قطاعات في الاقتصاد القومي ما هياش بتؤدي لظروف خارج عن إرادتها زي قطاع السياحة. بالتأكيد عندنا زي ما حضرتك نوهتي متطلبات المجتمع، لأنه عندك أمور حتمية لازم تتصرف، لازم تصرفي أجور، لازم تعملي دعم، لازم تدفع خدمة الدين، لازم البلد تشتغل. فبقيتي في مرحلة أنه أنت في ظروف اقتصادية صعبة جدا، بعضها عواملها داخلية وبعضها عواملها خارجية. النهاردة الاقتصاد العالمي بصفة عامة عنده حالة من التباطؤ. النهاردة أسعار البترول نزلت لأسعار أو قيم قياسية مشاهدتهاش من قبل العشرات السنين، مأثرة ومأثرة جامد على منطقة الخليج واستقدام العمالة وميزانيات دول خليجية. مصر داخليا متأثرة بقطاع السياحة، متأثرة طبعا بنقص المتاح من العملات الأجنبية. وفي نفس الوقت عندي طلبات على أني أستورد، ولازم أستورد عشان محتاج مادة خام ومحتاج حاجات أساسية. احنا بنستورد بكام يا فندم؟ 60 مليار دولار في السنة؟ ما يعادل 60 مليار دولار؟ لا بتهيألي أكتر. احنا بنتكلم في حاجة ما بين 75 ل 80 مليار دولار في السنة، دي فاتورة الاستيراد. فندم الناس كلها كانت يعني حتى ناس المش خبرة اللي مش مختصين، اسمح لي انا اتناقش مع حضرتك بقى بالتون اللي المواطن العادي اللي هو مش خبير اقتصادي او حاجة الأسئلة اللي بتيجي على باله، بيقول لك طب احنا في ازمه، ليه بنستورد؟ ليه ما زلنا بنستورد بالكميات دي؟ فين الانتاج المحلي؟ فين اللي يخلينا نقدر نصنع داخليا فتوفر عماله وفي نفس الوقت يعني توفر فرص للعماله وفي نفس الوقت تقلل من تكلفه الاستيراد الفظيع الكبيره قوي دي، كبيره على وضعنا الاقتصادي حتى دلوقتي. هو طبعا خلينا نقول في مساحه، ممكن نقول ايه دي المساحه اللي ممكن نتحكم فيها عشان نقلل فاتوره الاستيراد. بس في مساحة تانية ما تقدريش، يعني ما تيجي تقولي أنا بستورد أدوية، أنا بستورد ألبان أطفال، أنا بستورد قطع غيار، أنا بستورد مواد خام، أنا بستورد خدمات معينة. نتيجة مثلا أنا واحد سافر برا مثلا واستخدم الكريدت كارد بتاعه، لازم أسدد الكريدت كارد على البنك إكس اشترى بيه برا فلازم أسدد. فعاوز اقول لحضرتك يعني اكيد في حاجات، هو عشان كده من غير قطع كلام حضرتك دلوقتي بقى في، مش دلوقتي يعني من فتره بقى، لما بتسافر بره بالكريدت كارد بيدي لك اوبشن انك تسحب، بيسالك انت عايز تسحب بالدولار بعمله البلد اللي انت فيها ولا تسحب بعملتك انت اللي انت البلد اللي انت جاي منها.
هل ده ليه علاقه بن يعني هل لو احنا عملنا توعيه دلوقتي وقلنا للناس اسحبوا بعمله مصر ده يقلل؟ هو ما بيسمحلكيش بعملتك انت. هو انت هنفترض انك في بلد اكس فيجي يقول لك إيه، انت عاوزه الحساب يدفع بالدولار ولا بعمله البلد اكس اللي انت فيها مش بعملتك انت في مصر؟ مفيش خالص بالجنيه، ما ادلكش اوبشن الجنيه ده خالص. لا نهائي نهائي. يعني مثلا هنفترض مثلا انت في المغرب فتيجي تسددي الفاتوره بالدينار المغربي فيجي يقول لك انت بقى استخدم الدولار ولا استخدم الدينار وصاد الجنيه. فلكن هو طبعا حصل عليها بعض الضوابط لان كان اسيء استغلالها في ظل يعني الوضع بتاع الدولار وكده. فهرجع تاني واقول لحضرتك في النهايه انه انت فاتوره الاستيراد من الممكن انك تتدخلي، بس برضو ناخد بالنا تاثيرها على بعض الانشطه. يعني انا فاكر لما وزاره التجاره والصناعه في لستة طلعت ببعض الحاجات اللي يعني اترفع عليها شرايح الجمارك وكده عشان احد شويه، كان في مظاهرات بره وزاره التجاره والصناعه ازاي انتوا حركتوا الجمال، مع انه الهدف ان انا عندي بديل مصري او ان ده مش مطلوب دلوقتي. ففي بعض الانشطه هتبدا تقول لك لا ده انت كده بتضر بيا، انا راجل بستورد وعندي موظفين وعندي عمال وبتاع. لكن في النهايه انا مع حضرتك احنا في ظروف استثنائيه وبتتطلب خطوات استثنائيه. حضرتك ذكرت حاجه مهمه جدا انه انت عندك حاجات ممكن في بند الاستيراد ممكن تستغنى عنها وعندك حاجات لا. فرق الوفر هنا يبقى كام تقريبا يا فندم؟ يعني لو مسكنا ايدينا شويه في الحاجات اللي هي مش اساسيه ونقدر ما نستوردهاش، بنتكلم في توفير كام مليار في السنه مثلا؟ انا ما عنديش الاحصائيه دي تقريباً. لكن تقريباً. انا ما اقدرش اقول انه هتزيد عن 25%، ما اعتقدش انها تزيد عن 25% من 70 ل 80 مليار دولار. ده رقم برضو يا فندم. بس دايما بنقول السلسله لما انا اخد عند حلقه منها تاثيرها ايه على بقيتها، يعني برضو لازم اخد في اعتباري انه الاقتصاد بالذات في حاجات متشبكه مع بعضها، وخاصه كمان ان في نقطه برضو انت احيانا مرتبطه باتفاقيات معينه، فانت لو منعتي الاستيراد هل يا ترى هتاثر على الاتفاقيات؟ فانت ممكن يكون عندك مساحه لرفع التعريفه الجمركيه علشان تدي ميزه تنافسيه للمنتج المصري قصاد المستورد اللي هيبقى الجمرك بتاعه اعلى. هي توازنات، ولكن انا مع كل اللي بيطالب بانه احنا في المرحله دي ونظرا للظروف دي احنا يعني ناخد اجراءات استثنائيه، لانه في النهايه التغير في سعر الدولار بيجيب تضخم جوه البلد يعني فبيأثر على المعيشه بتاعه المواطنين. اسمح لي بقى ندخل دلوقتي في مجموعه كده من الـ 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 البنود اللي بنتكلم عنها، اهمها اكيد الصحه والتعليم والدعم والاجور هنتكلم فيها كلها، بس خلينا نبدا بالصحه يا فندم. عايزين نعرف من حضرتك حجم الميزانيه المخصصه لوزاره الصحه ايه وقطاعاتها في العام المالي الاخير وحجمها في الموازنه الجديده للعام المالي القادم اللي هو 2016 17 صح؟ تمام. احنا دلوقتي 15 16 واللي جاي يبقى 16 17. هو خليني قبل ما اخش في ده في نقطه معينه لازم تبقى واضحه لينا كلنا. الموازنه اللي شغاله دلوقتي 15 16 اللي هتنتهي في 30/6/2016 حجم الايرادات الموجوده فيها او يعني المقدره 622 مليار. يعني انت 27 مليار 622 مليار 22 مليار. يعني انت حياتك دخلتي بموازنه بدات دولار ولا جنيه؟ فهم. جنيه مصري. انت حياتك دخلتي بموازنه في 1/7/2015 قلتي انه ايرادات الدوله المقدره 622 مليار. طبعا احنا تاثرنا بظروف عديده جدا، ممكن ما نقدرش نوصل للرقم دوت، لكن خليني ادي مؤشر وانا بعتبره. اسفه، امتى قلت ان انت داخل السنه الجديده دي 2016 بمقدرات بايرادات متوقعه من 622 مليار؟ هتلاقي الفتره بتاعت اعداد الفتره اللي هي بتطرح فيها الموازنه هتلاقيها فتره ابريل ليونيو 2015. هذا حياتي السنه دي احنا اوريدي الموازنه عند مجلس النواب. الايرادات فيها 600 المتوقعه 31 مليار للسنه الجديده اللي هتبدا
1/7/2016. 631 مليار يعني زايدين 7 مليار تقريبا. 9 مليار. 9 مليار. خدي بقى حياتك بقى. فقط 9 مليار. لو جيتي بقى بند المصروفات. طب ما قليل يا فندم، ثانية واحدة، خلينا بس قبل المصروفات، ما قليل. يعني أنت تحدياتك من السنة اللي فاتت للنهاردة ما زادتش، قصدي ما قلتش، بل بالعكس زادت. أنت عندك خلينا كل الأوجه، كل الأوجه اللي بتدخل حركة عملة صعبة، ده على سبيل المثال لغاية دلوقتي لسه مش شغالة، السياحة لسه ما رجعتش، الاستثمارات المباشرة لسه ما جابتلكش الدولار الكافي. أنا همسك، أنا وقناة همسك السويس لسه ما جابتش النتيجة اللي احنا متوقعين. أنا همسك تأثير قطاع السياحة. أنت القطاع ده بيشغل مئات الآلاف من البشر، الناس دي لما بتشتغل بتقبض مرتبات، بتدفع ضريبة كسب عمل على المرتبات دي، صح؟ طب الناس دي ما اشتغلتش، ما فيش ضريبة داخلة للدولة. الكيان نفسه، فندق أو المنتجع أو كده، بيجيله إيرادات في النهاية، في ضرائب أرباح تجارية وصناعية. طب هو ما اشتغلش، ما مش هيدفع ضرائب. إحنا بنعفيه من الضرائب بقى كدولة؟ لا فندم، هو الراجل ما جالوش إيرادات يدفع، ما أنت بتدفع على إيه؟ يعني النهاردة الفنادق والمنتجعات اللي مش شغالة، ما هو مش شغال، ما فيش إيرادات، اللي جابت مثلا زيرو أوكيبنسي أو يعني نسب إشغال منعدمة، هتيجي تدفعي ضرائب على دخلك، على ارباحك. تمام. طب لا انت جالك دخل ولا عملتي ارباح، هتدفعي على ايه؟ بل بالعكس، انت في الحاله دي بتطالبي الدوله انها تتدخل وتساعد العمال. ايوه، ما هو في وزاره القوى العامله صندوق طوارئ، فبيخش ويقول يا دوله ممثله في وزاره القوى العامله صندوق الطوارئ تعالوا ساعدوني. فعاوز اقول لك شوفي العمليه بتتقلب ازاي. قطاع خاص يا فندم كمان في داخل وزارة القوى العاملة، صندوق اسمه صندوق الطوارئ. أيوة فندم، قطاع خاص، بكلم على قطاع خاص. فهو السياحة أعتقد ليها وضع مختلف نسبيا، لأنه السياحة شركات أو سلاسل الشركات العالمية هي بتبقى عاملة عندها حاجة اسمها contingency plan، إن لو في بلد زي مصر مثلا حصل فيها ثورات وفيها وضع اقتصادي متردي وغيره وغيره، فالفنادق دي بتعمل خطط معينة عشان تقلل تكاليف على قد ما تقدر، وتحاول تنمي إيرادات بما فيها موضوع قبض الموظفين مثلا اللي بيحصل. لا بس انت حياتك لو تواصلتي مع وزارة القوى العاملة هيقولك إن احنا استخدمنا من أرصدة صندوق الطوارئ عشان ندفع المرتبات الأساسية لبعض العاملين في قطاع السياحة. نعم. أنا بس هرجع تاني للنقطة الأساسية، إن أنا بقول لحضرتك أنا ببقى مقدر إيراداتي اللي جاية من الأنشطة الاقتصادية. لما نشاط منهم بيقع يبقى إيراداته مش هتيجي، صح؟ طبعا. كضرائب، كحصيلة تأمينات، فده بيقلل إيرادات الدولة. ف 622 بتوع السنة المالية اللي هتنتهي في 30/6 دولت هيقلوا. وفي نفس الوقت انت داخله الموازنه الجديده ب 631، يعني حتى لو افترضنا 622 موجودين ل 631 يبقى الفرق 9 مليار. تعالي شوفي الفرق في المصروفات. انت في عندك في المصروفات حاجات حتميه مش هتقدري تعملي فيها حاجه، لازم تتصرف. زي المرتبات، لازم تصرفي مرتبات. فهتلاقي مثلا الفاتوره بتاعه المصروفات في الموازنه السنه دي 3/6 هتلاقيه حوالي 800، خليني بس اتذكر، 800 مثلا 32. والسنه الماليه الجديده اللي هتبدا في 1/7 هتلاقيها مثلا 931. ده ايه يا فندم؟ المصروفات، انفاق الدوله. فالفرق في المصروفات السنه الجديده عن السنة دي 109 مليار زيادة، قصاد زيادة في الإيرادات 9 مليار فقط متوقع يعني. وبالتالي فعندك مشكلة كأنك تغطي مصروفات، مصروفات بتزيد بتزيد، واخد بالك هاتك ليه؟ لأن عندك خدمة دين، عندك دعم، عندك أجور، عندك تشغيل الدولة دي كلها، واخد بالك هاتك. فهنا بيبقى عندك ضغط بقى، أجيب أمول إزاي؟ يعني لما نقول إنه أنا السنة المالية اللي فاتت دي اللي هتنتهي في 30/6 ده أنا كنت حاطط 622 إيرادات وعامل مصروفات 800 مثلا 22 مثلا برضو، فيبقى عندي فرق، لا هو كان فرق حوالي 250 مليار. فرق بمعنى إيه؟ بمعنى مصروفاتي أكتر من إيراداتي. 250 مليار، بتكلم في 867. حضرتك قلت ان المصروفات كده كده بتزيد واحنا متفقين على ده، بس احاول انا ازود ايراداتي. ده انا عاوز اقول لحضرتك العجز ده بتاع السنه الماليه الحاليه اللي هي تنتهي في 30/6 كان مقدر لو انا جبت الايرادات بتاعتي
إنها يبقى 8.9% من الناتج مقدار العجز. لما إيراداتي قلت والمصروفات كده كده بتتصرف وزادت، فالعجز زاد. ليه؟ لأنه لازم أصرف. عالي من 8.9 لكام؟ 11.5. فهرجع تاني بقى للسنة الجديدة هنلاقي أنه برضو العجز بتاعنا زايد. ليه؟ لأنه في زيادة 109 مليار في المصروفات، والإيرادات مقدرة بكتيره 9، يعني بتكلم على أرقام بقى اللي في الموازنة، 9 مليار زيادة. ده بيخليكي ما انتيش قادرة تستجيبي لكل الطلبات. زي ببساطة جدا ما نقول في البيت حضرتك عندك إيراد وعندك مصروفات. لو أنك أنتي عندك المصروفات أكتر من ايراداتك، مش هتقدري حاجه، يعني حاجه من الاثنين، مش هتقدري تجيبي كل اللي انت عاوزاه عشان تغطي كل تطلعاتك او مصروفاتك، يا اما هتستديني هتستلفي عشان تعمل المصروفات. فهو ده بيبقى عمليه سلف. عمليه سلف طبعا ما هياش في صالح اي اقتصاد. ليه؟ لانه باجي السنه اللي بعدها مطلوب اخد موارد الدوله عشان اسدد الدين وفوائده. فمن مصلحه الدوله انها تقلل السلف، ولكن في ظروف معينة وتحت ضغوط معينة مضطر استلف عشان الدولة تتحرك، بحيث ان شاء الله بإذن الله لو الدولة دي تحركت وإيراداتها زادت بقدر ان انا ابدأ اسدد المديونيات اللي عليا وفوائد. لكن طول ما في خلل ما بين الإيرادات وبين المصروفات وبضطر استلف، ده شيء مش كويس على الإطلاق، لانه كمان بضطر ان الأجيال اللي جاية تتدخل عشان تسدد هذا الدين والفوائد بتاعته، أو بخصص موارد أكتر كان ممكن أخصصها للاستثمار وتخليق فرص عمل إن أسدد الدين وفوائده. فهو عشان كده بقول السنة دي برضو سنة التحدي صعبة، فيها كبير برضو، لأنه مش قادر أستجيب لكل التطلعات وكده. ولكن برضو هرجع وأقول الحاجات الأساسية، يعني لو مش مسكنا بند الأجور في الموازنة بتاعت السنة دي. طب ممكن قبل الأجور نخلينا في الصحة، لأن أنا سألت عليها ولسه ما اتكلمناش فيها. الصحة، الصحة عشان برضو تهم الناس قوي. إن هي يعني تعرف هو الزيادة المقدرة في الصحة حوالي 5 مليار عن موازنة السنة اللي فاتت، زيادة بخمسة مليار. التعليم تقريبا طب برضو. قبل التعليم ال- 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 الصحة هل بتشوف أنه الخمسة مليار الفرق دول من الموازنة الميزانية الجديدة ليها عن السنة الماضية، هل بتشوف ان الفرق ده يغطي المشاكل الرهيبه والكتيره جدا الحقيقه اللي عندنا في قطاع الصحه؟ الاجابه القاطعه لا. التامين الصحي لوحده يا فندم محتاج قد ايه؟ نفرق بين التامين الصحي الحالي والتامين الصحي الجديد. اللي بالقانون الجديد اللي التامين الصحي الحالي احنا داخلين بمشروع عشان نزود ايراداته ب 50% زياده. 50% عن طريق ان انا النهارده في ضريبه سجاير هاخد منها جزء واخليه للتأمين الصحي، روح له مباشرة. وبعض الإجراءات الأخرى. هو موازنته تقريبا 6 مليار. الإجراءات اللي قدمنا بيها مشروع لمجلس النواب تجيب له تقريبا زيادة في إيراداته حوالي 3 مليار. يعني يبقى حوالي 9 مليار. يبقى حوالي 9 مليار. ممكن كمان يطلع ل 10 مليار مع السنة الجديدة. ده ممكن يساعده إن الدنيا تتحرك خطوة في اتجاه أفضل. ده الحالي، تأمين الصحي الحالي. أما التأمين الصحي الجديد اللي هو المشروع، حضرتك كنت عضو في اللجنة اللي قامت بوضع مشروع قانون التأمين الصحي الجديد. ده صحيح. ده صحيح. ده عاوز أقول لحضرتك هياخد وقت. هياخد وقت ليه؟ لأنه هناك فرق جوهري جدا ما بين الوضع الحالي والوضع الجديد. في الوضع الحالي حضرتك بتشتغلي ومرتبطة بعلاقة عمل تعاقدية مع صاحب عمل، فبتخضعي للتأمين الصحي بمفردك. النظام الجديد بيقول لا، أنا هخضع حضرتك وأسرتك بالكامل. فعملية أن أنا أخش بقى واخضع الأسرة بالكامل في مناطق في كل محافظات مصر، بالإضافة إلى أنه هو بيديك حرية تروحي عند الجهة اللي أنت حابة أنك تاخدي العلاج عندها، قطاع خاص أو قطاع عام. فهو منظومة جديدة خالص. عارف يا فندم، من كتر الشكاوى اللي بتجي لنا في البرنامج هنا عن التأمين الصحي، بقى المواطن أقصى طموحاته بس إنه لما يعيا يعرف يتعالج عن طريق التأمين الصحي، ما يتسوحش ويطلب منه ورق كتير جدا ويفضل قاعد فترة طويلة قوي مش عارف يصرف العلاج. هي دي أقصى طموحات المواطن في التأمين الصحي الحقيقة. عاوز أقول لحضرتك يعني حتى إحنا ما عندناش رفاهية إن المواطن يختار إن هو يروح المكان اللي عاجبه، هو المواطن بيقول لك أنا بس عايز لما أعيا أعرف أتعالج.
هو بصي حياتك، يعني خلينا نقول السبب في المشكله دي عده عوامل، بيجي على راسها ان انا التامين الصحي الحالي بيعاني ماليا، يعني عنده مشكله نقص تمويل. الخطوه اللي احنا هنعملها دي ممكن تساعده ان شاء الله في ان يحل جزء من مشكله التمويل. عندنا كمان مشكله تتعلق بالبنيه التحتيه، يعني البنيه التحتيه في ان انا ازاي اطلع القرار بسرعه. في برنامج تاني بتغطيه الدوله غير التامين الصحي اسمه برنامج العلاج على نفقه الدوله. برنامج العلاج على نفقه الدوله ده اعتقد ان هو يمكن في السنه الجديده هيقرب من 3 مليار. هو ده اللي بيطلع القرارات، بيطلع قرارات لمواطنين ما عندهمش، يعني محتاجين علاج ومحتاجين تمويل، فبيطلع لهم قرار علاج على نفقة الدولة. ده محتاج ان هو كآلية يعني يبقى افضل وسرعة اكبر عشان الناس تطلع القرارات. في برنامج تاني اسمه علاج غير القادرين. علاج غير القادرين ده كان في الموازنة بتاع السنة دي مخصص ل 3.1 مليار. 3.1 مليار. طب اسمحنا يا فندم ناخد بس اتصال هاتفي ونرجع نكمل مع حضرتك. اتصال من استاذ سعيد. صباح الخير يا فندم. صباح النور. يا اهلا اتفضل. ربنا حضرتك. انا بتكلم على موضوع ان شاء الله ضمن البنيه التحتيه لمصر، بس هيأثر ان شاء الله تأثير قوي جدا على مصر. ازاي يا فندم؟ بالنسبه لسد النهضه، انتوا خايفين من سد النهضه وسلبيات سد النهضه. في عندي مشروع قومي ان شاء الله يرفع منسوب نهر النيل ويعمل على زبط المياه في النهر برغم وجود سد النهضة وما يتأثرش بأثناء فترة تخزين المية. مشروع ده إن شاء الله أتمنى أن السيد رئيس الجمهورية هو اللي يعمله علشان يكون بالنسبة له يعني مساند أو حاجة تانية جنب قناة السويس. طيب اسمح لي يا فندم، زمايلي في الإعداد هيتواصلوا معاك بس يفهموا الفكرة إيه من حضرتك، ولو كده ممكن ان شاء الله نوضب قريب تكون حضرتك معانا بنفسك تشرح لنا ايه الفكره اللي ممكن تخلينا ما نتضرش من سد النهضه. بشكرك يا فندم. دكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب والمتحدث الرسمي باسم حزب الوفد. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. هو حضرتك متصل بينا يا فندم صح؟ حضرتكم في البيت. اهلا بيك يا فندم. طيب معلش عشان معايا اتصال تاني كمان من 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 مواطنين. دكتور محمد اهلا بيك في صباح دريم، واحنا بنناقش النهارده الحقيقه يا فندم المخصصات الدوله في الموازنه العامه الجديده والقطاعات اللي ربما بتحتاج اكتر دعم من موازنه الدوله، الصحه والتعليم وكده. برايك ايه يا فندم؟ انا رايي طبعا ان المحاوله للتوائم او التوافق مع المتطلبات الدستوريه محتاجه تبقى في عند اعتبار على المدى الطويل. اعتقد ده هيبقى فيه مشكله في الموازنه العامه الحاليه اللي هي الضروره الدستوريه لل 10% مخصصات التعليم والصحه والبحث العلمي. فدي هيبقى فيها مشكله. اللي انا مهتم بيه اكثر اللي اتكلمنا فيه في حزب الوفد اكثر، ويمكن ضيف حضرتك الكريم يكون جزء من حل هذه المشكله، هي ضبط اوضاع الماليه العامه فيما يتعلق بالدخل، بالذات الدخل الضريبي اللي كان فيه مشكله كبيره صراحه في العام المالي 2015 2016، وده اللي لازم التركيز يبقى عليه. واعتقد جزء من التعديل الوزاري اللي حصل كان في عمليه ضبط الماليه العامه. انا مش مهم قوي التركيز على هنصرف ايه ومخصصات الصرف ايه، المهم الفلوس تيجي للناس. يعني احنا بنتكلم ان في ميزانية 2015-2016 68% من دخل الدولة جاي من ضريبة. 68%؟ 68% من دخل الدولة هتيجي من ضريبة. من الضريبة. ما الدولة ما عندهاش محلات بتأجرها، الدولة يعني دخلها الأساسي جاي من الضرائب. فلما يحصل أي قصور تحصيل أو أي قصور في فرض أنواع جديدة من الضرائب، ده بيعمل مشكلة كبيرة بقى، إن إحنا المشكلة الأساسية اللي إحنا عايزين نبعد عنها، ده بنتكلم على الصرف وعايزين نعلي معاشات وعايزين كل ده كلام طلبات مشروعة كويسة كل حاجة. اللي يهمنا أكتر ال 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 الحاجة الأساسية هي اللي هي الفلوس أو الموارد. دي صراحة كان فيها قصور شديد جدا في عام المالي 2015-2016 يعني. ودي اللي محتاجين نطمن عليها، إن إحنا هنعرف نجيب الدخل أو نحقق الدخل. لأن طيب. خلينا متفقين إن عجز الموازنه اللي متفق عليه في 15 اللي كان متفق عليه 15 3 9 10 ده مش هيحصل.
احنا مش محتاجين نقعد نكرر الموضوع ده كل سنه، احنا نقول هنعمل عكس موازنه في مستوى معين ونتعداه. نعم. طب اسمح لي سؤالي الاخير لحضرتك يا فندم، بما يعني فرصه حضرتك معانا وحضرتك عضو في مجلس النواب، في قانونين عايز اسال حضرتك عليهم لانه حاليا هم دلوقتي عندكم في المجلس بيتم تداولهم والبحث فيهم، التامين الصحي الجديد والخدمه المدنيه. امتى يا فندم من المنتظر انه يتم التامين الصحي الجديد مش مجلس النواب؟ قانون ايه يا فندم؟ التامين الصحي الجديد مش مجلس النواب؟ مين اللي بيوافقوا؟ مين اللي بيقروا؟ ده موجود حاليا عند وزاره الصحه. عند وزاره الصحه؟ ده لسه ما راحش. صح صح. وكان الدكتور علي حجازي معانا وقال ان هو لسه عند وزاره الصحه. تمام. اسمح لي بس اسالك عن قانون الخدمه المدنيه يا فندم. احنا عندنا ضرورات دستوريه موجوده حاليا، الدكتور بيتكلم ان احنا محتاجين نشوف قانون العداله الانتقاليه وده موجود، قانون مفوضيه الانتخابات اللي هو على اساسه تجرى جميع الانتخابات النيابيه والانتخابات المحليات، ثم قانون بناء وترميم الكنائس. دول ضروره دستوريه، ضروره العقد الاول. نخلص من دول في متاخرات. تم بالفعل تسليم المقترح الحكومي لقانون الخدمه المدنيه. حزب الوفد ايضا قام باستيفاء التوقيعات وتقديم نسخه اخرى من قانون الخدمه المدنيه، سيتم نظرهم بعد النهارده لما يحصل انتخابات اللجان النوعيه. ثم بعد ذلك تأتي بعض القوانين الأخرى زي قانون الشرطة اللي كان السيد رئيس الجمهورية تحدث عنه وطالب به، ثم قانون الإدارة المحلية لو احنا بالفعل عايزين نعمل إجراء انتخابات المحليات قبل آخر العام، ثم ضرورة بالنسبة لنا بالنسبة لمصر وشعب مصر وبالنسبة لحزب الوفد لو كان مشترك في إعداد هذا القانون اللي هو قانون التأمين الصحي الموحد المقترح. نعم. أنا بشكرك يا فندم جزيل الشكر دكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، وارجع تاني للضيف الكريم دكتور محمد معيط. كنا واقفين عند الصحة وحضرتك قلت لي لازم الناس تفرق بين التأمين الصحي وبين يعني المخصصات هنا وهنا. أذكر الأسبوع الماضي كان معانا دكتور علي حجازي رئيس هيئة التأمين الصحي، والحقيقة كان بيتكلم على أن ميزانية التأمين الصحي دي تمويل ذاتي من هيئة التأمين الصحي، يعني الدولة مش بتديهم حاجة الحقيقة علشان كميزانية كموازنة. هل ده هيفضل نفس الموضوع في الموازنة الجديدة وقانون التأمين الصحي الجديد، أم أنه موارد التأمين الصحي ممكن تتسع عشان تشمل كمان ربما منح من الدولة أو غيره؟ هو خليني أمسك الجزئية الأولانية، أنه الدولة بالنسبة للتأمين الصحي الحالي بتسدد ما نص عليه القانون، بمعنى أن القانون مثلا قال الدولة تدفع جزء من اشتراكات أطفال ما دون سن المدرسة فبتحولها خزانة الدولة، الدولة بتدفع جزء من اشتراكات أطفال المدارس فبتحولها خزانة الدولة، الدولة بتدفع جزء من اشتراكات المرأة المعيلة تأمين الصحة فبتحولها خزانة الدولة، بس هنا بتحولها وفقا لأحكام القانون. يعني القانون مثلا بيقول إيه، كل مرأة معيلة الدولة تساهم مثلا بمية جنيه أو بمتين جنيه فبتحولهم خزانة الدولة. فهنا أنا ما بدلوش موارد أجور ومستلزمات وكده، لا أنا بديله على أساس في قوانين خرجت وقالت الدولة تتحمل عن الفئة دي جزء من اشتراكاتهم أو كل اشتراكاتهم، فالدولة بتحول، وأعتقد أنه ممكن يكون في السنة تقريبا مليار، قرب المليار جنيه بيتحول. الحاجة التانية القانون قال أن على كل علبة سجاير أحول 10 قروش، فبحول العشر قروش دول بيعملوا تقريبا نص مليار. اعتقد من اكتر شعوب العالم استهلاكا للدخان. صح. ده احنا كمان يعني سياده النائب كان معانا على الهوا وبنقول له عندك مشروع قانون خاص بالتامين الصحي بموارد للتامين الصحي، منها ان الدوله موافقه انه 40 قرش من 40 قرش اضافيه غير ال 10 قروش، بدل 10 يبقوا 50، يعني 40 زياده من الحصيله الحاليه، من الحصيله هنوديهم للتامين الصحي. وده هيجيب له مثلا تقريبا ال 50 قرش دي، ال 10 قروش بتعمل حوالي نص مليار، فال 50 قرش دي هتعمل له 2.4 او 2.3 مليار بالاضافه لموارد ثانيه. فده مهم جدا ان مجلس النواب لو خلصوا هيجيب الايرادات دي للتامين الصحي. هو لسه فعلا زي ما حضرتك فعلا فكرتني، قانون التامين الصحي الجديد ما زال عند وزاره الصحه. لسه ما تعرضش على المجلس. كان في نسخه اتعرضت على مجلس الوزراء، ومجلس الوزراء شكل مجموعة وزارية لدراسته وحاليا بيتبص فيه، واعتقد ان شاء الله باذن الله لكن يعني وانس ان هو خلص هيتحرك. اللي انا عاوز اقوله انه ده جزء ان انا بقول الموارد اللي موجودة حاليا هي في جزء بيجي من اشتراكاتنا، يعني احنا كعاملين
بندفع حصتنا وصاحب العمل بيدفع حصته بتروح تأمين صحي، والجزء الآخر بيجي نتيجة في قوانين ألزمت الخزانة العامة للدولة إنها تحول الجزء ده. لو أنت بتقولي طب القانون الجديد نظامه إيه؟ القانون الجديد بقى بيقول إيه؟ بيقول لا، الدولة بتتحمل أعباء التأمين الصحي عن غير القادرين. هفترض مثلا إن أنا مع تطبيق القانون هوصل لمية مليون من الشعب المصري. القانون دوت فارض انه بنتكلم فيه حوالي 35% 40% هتتحمل تكلفتهم خزانة الدولة. هرجع تاني واقول انه النهاردة في عدد من البرامج هتلاقي تمويلها في الرعاية الصحية من خزانة الدولة. انا تحتك في برنامج علاج العلاج نفق الدولة ده تقريبا في السنة المالية الجديدة هيوصل ل 3 مليار. في برنامج علاج غير القادرين وقلت لحضرتك انه في موازنة السنة دي حوالي 3.1 مليار. هو ليه متقسم على نفقة الدولة وغير قادرين؟ ما الاثنين يعني، ما هو من يتعالج على نفقة الدولة هو الغير قادر. والله هم قالوا انه علاج نفقة الدولة ما بتسأليهوش انت قادر ولا مش قادر، طالما قدم طلب ما بتسأليهوش، انت بتطلعي له قرار علاج نفقة الدولة. هو العلاج نفقة الدولة ليس له علاقة بالمقدرة المادية يعني ما فيش حاجة بتقول ان اسأل حضرتك طالما انت جيتي وطلبتي بطلع لك القرار. لكن علاج غير القادرين لا، ده لازم الافراد اللي هم باب الواسطه كان مفتوح قوي يا فندم في العلاج نفقة الدولة. هو العلاج نفقة الدولة ده واجه مشكله كبيره بصراحة جدا بصراحه، والناس كانت بتشتكي من فكره انه في ناس كتير قوي كانت تستحق وما كانتش بتاخد الحق ده، لانه ناس تانية كانت تقدر تتعالج على حسابها بس بتجيب بالواسطه علاج نفقة. هو ده عيبه بقى، العيبه انه ما فيهوش اليه تصنف بالزبط. انت حضرتك ما انتش محتاج فما تاخدش. يعني انا لو مقتدره ماديا ليه اخلي الدوله تدفع لي؟ ما تدفع لواحد فعلا مش قادر. هو انا بقولك ده الضعف اللي في البرنامج ده، ان هو ما عندوش اليه يتحقق هو انت حضرتك محتاجه انها تطلع لك قرار علاج نفقة الدوله ولا لا، فهو بيطلع وخلاص. في كلام دلوقتي ان يبقى في الاليه دي ان شاء الله. الاليه دي هتكون بقى في النظام الجديد، النظام الجديد كله حسب مقدرته. لكن في الوقت الحالي البرنامج العلاج نفقة الدولة شغال، يعني هو بيطلع. هرجع تاني وأقول حياتك يعني في النهاية بالنسبة للصحة هناك قناعة تامة أنه محتاجين ننفق أكتر على الصحة، محتاجين أن نحط النظام للرعاية الصحية يوصل الناس على الأرض. لأنه أنا مهما قلت أنا وحضرتك وإحنا قاعدين في الاستوديو والناس ما حسيتش تغيير بالزبط. على الأرض ولا بالزبط. الكلام ده له قيمة بالظبط كده، إحنا متفقين في دي جدا يا فندم. اسمح لي ناخد اتصال. أستاذ شوقي صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اتفضل. حضرتك كنت عاوز أسأل سعادة الباشا اللي موجود دكتور محمد. أنا ابني خدت بال حضرتك؟ أنا إيه يا فندم؟ ابني خلص بكالوريوس تجارة واشتغل في شركة، خدت بال حضرتك؟ وراح يعمل التأمينات فقالوا له انت متأمن عليك من 13 سنة في محل سمك. تمام. كان لسه صغير وكان خاله فتح، والمهم المحل اتقفل وخاله توفى وبموضوع ده بقاله 13 سنة. مش عاوزين يجددوا له أبدا أو ينقلوا له التأمين بتاعه. كل ما يروح ده يقول له ما فيش، وده يقول له الكمبيوتر مش نازل، وده يقول له مش عارف، ويحدفوه من هنا. والمحل اتقفل وبقاله 13 سنه. تقدر تفيده يا فندم؟ بقاله دلوقتي حوالي 6 اشهر بالظبط يجري ورا الموضوع. طب ده طب اسمع دكتور محمد يا استاذ شوقي هيقول لك ايه. انا هطلب من حضرتك طلب، انت حضرتك بس سيب رقمك والبيانات في الاستوديو هنا، وانا خارج هاخد البيانات دي وان شاء الله باذن الله اساعد حضرتك في هذا الموضوع ان شاء الله. يا ريت، بنشكرك جدا، بنحب الحقيقه نساعد الجمهور اللي بيتصل بينا. ما تقفلش يا استاذ شوقي لو سمحت عشان هياخدوا ارقامك بعد اذنك. حضرتك بتقول حاجة اتفقنا فيها جدا مع بعض، انه مهما واحنا قاعدين داخل مكاتبنا شرعنا قوانين واتكلمنا في اجراءات ووضع اليات، لكن لو المواطن نفسه على الارض ما حسش بده يبقى ملهاش اي قيمة او معنى. والحقيقة انه الرئيس اكتر حاجتين مهتم بيهم جدا صحة وتعليم، مفيش خطاب بيطلع يتكلم فيه غير ما بيتكلم على الصحة والتعليم. ازاي يا فندم بتشوف انه نقدر، قبل ما ندخل بس في تفاصيل بقى التعليم في الموازنة الجديدة دي، ازاي بتشوف ان احنا نقدر في منظومة الصحة دي نرتقي بيها؟ يعني احنا عارفين انه المخصصات المادية اللي عندنا برضو مش هي احسن حاجة في الدنيا، مش اكتر حاجة، بس هي اكتر حاجة نقدر عليها ربما حاليا. ازاي بتشوف يا فندم ان احنا نقدر نرتقي؟ بص حضرتك، انا اشتغلت مساعد اول وزير صحة 9 اشهر. قعدت في المطبخ بتاع وزارة الصحة 9 اشهر. عندي قناعة كبني آدم احتك بهذا الموضوع، احنا في حاجة
إلى إصلاح القطاع الصحي. وفي حاجة شديدة، صحيح محتاجين مخصصات مالية، بس مخصصات مالية أكتر معاها إصلاح للقطاع الصحي، وإلا برضو المواطن مش هيحس بيها، برضو المواطن مش هيحس بيها. ليه؟ لأنه عاوز أقول لحضرتك إحنا عندنا يعني نظام القطاع الصحي للأسف الشديد ما هوش متكامل، ما عندكيش نموذج واحد زي أي دولة في العالم عندها تطور في الإصلاح الصحي، ما عندكيش نموذج واحد. لو أنا أقولك الأنظمة اللي بنشتغل عليها رهيبة، أنت عندك المستشفيات الموجودة في المحافظات، المديريات، المستشفيات المركزية والمستشفيات العامة والكلام ده، ودي تتبع المحافظين ولها وتتبع المحليات ولها نظمها ولها لوائحها، أدي نمرة واحد. عندك المستشفيات اللي تبع التأمين الصحي، التأمين الصحي دي جهة مستقلة عندها مجلس إدارة، عندها نظمها وعندها لوائحها. عندك المستشفيات اللي بتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة، برضو نفس الوضع. عندك المستشفيات اللي بتتبع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، برضو نفس الوضع، مجلس إدارة ولوائح. عندك المستشفيات اللي بتتبع المؤسسات العلاجية في القليوبية والقاهرة واسكندرية، نفس الوضع. عندك المستشفيات اللي هي طبعا الجامعية، دي تبع الجامعات. عندك بقى برامج، عندك برنامج علاج غير القادرين، وبرنامج علاج نفقة الدولة، وبرنامج علاج أطفال ما دون سن المدرسة، وبرنامج علاج أطفال المدرسة، وبرنامج علاج المرأة المعيلة، وبرنامج علاج الفلاحين. الكلام ده كله ما ينفعش، ما ينفعش. احنا ازاي وصلنا للمرحلة دي يا فندم؟ انت محتاجة نموذج، نموذج واحد هو ده النموذج اللي كلنا نخش فيه، منظومة واحدة محددة الملامح، بحيث انه الرعاية الصحية لينا كلنا بناخدها جوه النموذج ده. وإلا انت حضرتك مهما عملتي، مهما عملتي، وخليني اكون صريح وانا بقول لحضرتك، 9 أشهر انا بشتغل مساعد اول وزير الصحه للشؤون الماليه والاداريه، مش برضو مش هتقدري توصلي لحاجه. ليه؟ لانه مفيش نظام واحد، مفيش سيستم، مفيش. يعني هقول لحضرتك على حاجه، ناخد دوله زي بريطانيا، عنده حاجه اسمها NHS اللي هو الناشونال هيلث سيرفيس او الخدمات الصحيه القوميه. بريطانيا 4 دول، اسكتلندا وانجلترا وويلز وايرلندا الشماليه. لو رحت اي مكان هو النظام واحد، هو النظام واحد، سيستم واحد. وحضرتك لو اشتغلت في انجلترا، الدكتور اللي هو طبيب الاسره بتاعك او الجي بي هيفتح الملف بتاعك من يوم ما اتولدتي لغايه دلوقتي. نقلت شغلك من انجلترا رحت اسكتلندا، هيبقى نفس الوضع، مفيش، هيعرف كل حاجه. وعاوز اقول لك الكتالوج واحد، طبعا. النظم واحده، طبعا. اللوائح واحده، طبعا. وبالتالي الوست او المهدر ضعيف جدا. النظام فعال، والناس برغم انه النظام الناس عاوزه افضل وحق الناس كده، انما هنا انا ما عنديش الكلام ده. انا عندي نظم متعدده، انا عندي حاجتين يا فندم غايبين في مصر عندنا. انا ما عنديش سيستم الحقيقه في كل حاجه، ما عنديش سيستم، ما عنديش نظام، وما عنديش الحقيقه قانون بيطبق بحزم على كل الناس. انا المشكلتين دول لو يعني دلوقتي وحضرتك بتتكلم انا قاعده ايه بفكر كده بقول الدكتور اللي بيخطئ في عمليه لو كان بيطبق عليه قانون بسرعه ما كانش ده حصل بعد كده كتير. اللي بيتعدى على ارض زراعيه لو كان بيطبق عليه قانون بسرعه ما كانش ده بقى بيحصل تاني كتير. تطبيق القانون يا فندم برضو والعداله الناجزه عندنا مشاكل كتيره فيهم. خلي اسمح لي بس ناخد مجموعه اتصالات. استاذ ناصر تصمم المنوفيه، صباح الخير يا فندم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. صباح الدريم، القناه الجميله اللي بتغذي الشعب دي، ربنا يكرمك يا فندم. اتفضل. الله يخليك. انا بس عايز اسال الدكتور اسئله واحده بس، مع يعني في الناحيه الاقتصاديه بتاع المستشفيات وناحيه تامين الصحه والحاجات دي. يعني انا لما عملت عمليه في اوروبا وانا داخل اوضه العمليات صورونا 3 فيديوهات، واحد للدكتور وواحد لوزير الصحه وواحد للمستشفى اللي انا عملت فيها العمليه، على اساس ان لو الدكتور اخطا يبقى فيه عنده 3 فيديوهات موجودين. اما بقى بالنسبه للتمويل بتاع التامين الصحي والحاجات دي، انا بسال الدكتور، المستشفيات الخاصه اللي بتاخد 100,000 جنيه في العمليه و150,000 فالعمليات دي، ليه ما نخصمش منهم على اقل 10,000 جنيه يخش خزانه الدوله لعلاج الفقراء اللي هم الناس الفقراء ونعالجهم؟ المستشفى النهارده الخاصه يا استاذه بياخدوا فلوس مهوله ومحدش بيحاسبهم، زي ما انت قلت سيادتك كده مفيش حساب ولا في عقاب. احنا عايزين النهارده اعمل معونه الشد ادخلها التامين الصحي
للدوله. النهارده مستشفى الخاصه النهارده تروح تكشف النهارده خمس دقائق لو عمل لك عمليه قسطره باخد 7-8000 جنيه، طب انا داخل الدوله منهم 2000 جنيه اشرط عليهم كده. يبقى هنا في عداله اجتماعيه ما بين الغني والفقير يا استاذ، احنا ما عندناش، احنا بس بنطلع نتكلم في التلفزيونات وخلاص انه الحلو يقول السجاير ماشي انا موافق على السجاير، بس برضه عندك الصحه وعندك المستشفيات الخاصه. مستشفى النهارده كنت رايح اعمل عمليه فيها اقل 180,000 جنيه يا استاذ، عمليه قلب دعامات يا استاذ. طب ماشي اعمل عمليه 180 بس اشيل 130 لخزانه الدوله للناس الغلابه الفقراء الغلابه. حتى ابقى انا كده راضي انه حاسس ان الفلوس اللي بدفعها دي في منها جزء داخل لبلدي، يعني داخل لخزانه الدوله، لكن ما تبقاش المستشفى الخاص هي اللي واخده كل المبلغ ده. انا بشكرك يا استاذ ناصر، وهناقش مع دكتور محمد الاقتراح اللي حضرتك بتقوله ده ايه امكانيات تنفيذه، هنناقشه حالا دلوقتي. استاذ عمر اتصل من القاهره، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، وتحياتي ليك وبشكر الكريم. يا اهلا بيك، اتفضل. اهلا اهلا بيك. انا بقترح انشاء صندوق سكني للطلبه من كي جي 1 لحد التخرج، ان طالب ان الولد الصغير في كي جي 1 يدفع للدوله 50 جنيه، وفي نهايه المرحله التعليميه يحصل الطالب على وحده سكنيه وشهاده علميه. المشروع ده هيدخل للدوله ما يقرب من حوالي 10 مليار جنيه مصري، وفي حين ان انا وفرت له وحده سكنيه واديته شهاده علميه. طبعا احنا في تحالف المقاولين المصريين رصدنا هذا العمل القيم، وبالتالي انا هحل ازمه الاسكان على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وبشيد بالدور الان بيه السيد رئيس الجمهوريه باعلان عن 500,000 وحده سكنيه، وبقول وبصفتي رئيس تحالف المقاولين المصريين ان ده اول رئيس جمهوريه يعلن عن بناء 500,000 وحده سكنيه، ده في حد ذاته ده انجاز للسيد رئيس الجمهوريه. لو طبقنا مشروع التامين السكن ال 50 جنيه لكل طالب في مرحله كي جي 1 وانتهى الجامعه والدبلوم او المعهد، وادانا له وحده سكنيه، اعتقد احنا حلينا ازمه الاسكان في مصر، واعتقد هيحسب التاريخ للسيد رئيس الجمهوريه ان الولد الصغير في لما يكون في كي جي 1 يحصل على وحده سكنيه في نهايه المرحله التعليميه. بس معلش يا فندم، 50 جنيه لكل طالب لو بداها من كي جي 1، احنا بنتكلم على كم سنه دراسيه مثلا؟ تقريبا يا فندم 21 سنه تقريبا، حوالي طيب. 19 من بين 19 ل 15 لانها هتختلف ما بين ثانويه ودبلومات ومعهد وكليه. طيب تمام، هذا الرقم لو اتاخد 50 جنيه كل سنه منه ده هيعمل ايه؟ هيحقق يا فندم، هيحقق، يبقى ليها برنامج سيستم، وهاخد من كلامك ان يبقى في سيستم لكل طالب. السيستم ده يتعمل لما يخلص الولد الجامعه وهيستلم الوحده السكنيه، ناخد منه مبلغ 2000 جنيه او ايا كان، المهم نعمل سيستم بحيث ان الولد يحصل على وحده سكنيه واعفيه من حل مشكله الاسكان دي. هاي اعتقد ان هذا الحيز لو اتطبق السيد رئيس الجمهوريه هيكون هيحسب له التاريخ ويكتب له حروف من نور انه حل مشكله الاسكان وتوفير 10 مليون وحده سكنيه على مستوى جمهوريه مصر العربيه. والله يا فندم انا مش عارفه اقول لكم ايه، انا سعيده وفخوره جدا بجمهور صباح دريم، لانه حضرتك شفت جمهورنا متميز جدا بجد، يعني مش بس بيتفرج وبيتابع وبيتفاعل بيشارك كمان. برضو هنطرح الفكره دي حالا دلوقتي على دكتور محمد. انا بشكرك جزيل الشكر يا استاذ عمر. استاذ علاء صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. معلش تطفي التلفزيون لو سمحت. حاضر يا فندم. شكرا، اتفضل. مع حضرتك. اتفضل يا فندم. حضرتك في انا بس بعيد عن التعليم والصحه الطرق اللي هي الجديده اللي بسال بس الست نائب وزير الماليه، الطرق الجديده اللي اتعملت ديت الكثافه بتاعتها عاليه جدا. ليه مش عارف. كثافه الطرق الجديده اللي اتعملت. خاصه ان هي حضرتك بتاعت الجيش. يعني الطرق القديمه اللي هي على وضعها موجوده، كنا بندفع في اسكندريه، كنا بدفع 10 جنيه داخل اسكندريه وانا خارج 10 جنيه من القاهره للقاهره. دلوقتي حضرتك بقى عشان اخش اسكندريه بدفع 65 جنيه الكارته. طب ليه؟ انا مش عارف، يعني الكارتات عليت جامد جدا، وبعدين الجماعه دول مش لاقيين معانا، يعني المفروض يبقى لاقيين. انا ده بتعامل مع مدنيين مش بتعامل مع عسكريين. هل انا بشكرك يا استاذ علاء. هل خلينا نبدا بالرد على استاذ علاء. هل الكارتة اللي سعرها عالي دي في الطرق الجديده ليها علاقه بانها طرق جديده علشان لسه الصيانه بتاعتها او كده ولا ايه؟ هو بيقول لك ان الطرق الجديده دي كارتتها عاليه جدا، عشان يدخل اسكندريه بيدفع حوالي 60-65 جنيه. هو انا ما عنديش اجابه على ده، لانه اللي جاوب على السؤال ده هو اللي قائم على اداره الطريق. يعني هتلاقي هو القوات المسلحه هي اللي بتقوم على اداره الطريق اللي هي بتعمله، مش بالضروره يعني هو الاساس هيئه الطرق والكباري بالظبط، انما ممكن تكون هيئه الطرق والكباري يعني هي بتدير بنفسها او بتوكل القوات المسلحه انها تدير، او طريق انشاه القوات المسلحه. يعني دي بتبقى امور انا يعني ماليش ملم بيها قوي اقدر افيد حياتك، لكن
انا اللي انا اعرفه انه بالنسبه لنا احنا كعربيات ملاكي بندفع 5 جنيه تقريبا في الاتجاه يعني واحنا رايحين او بتاع، وحتى الطرق اللي انشاء الجيش برضه بتبقى في نفس الحدود 5 جنيه يعني. طيب اسمح لي بقى انا نناقش مقترحات الساده المواطنين اتصلوا بينا. استاذ ناصر اللي بيقترح انه ليه لما يكون في مستشفيات قطاع خاص بتاخد مبالغ ماليه كبيره علشان العمليات الجراحيه اللي بتقوم بيها او كده، او الاطباء نفسهم اللي بياخد اجره ايده 7-8-10 آلاف جنيه عشان يدخل يفتح او يعمل عمليه او كده، ليه الدوله ما تكونش في اليات معينه بحيث ان هي تحصل منهم كمان نسب من الضرائب تعود الى خزانه الدوله مره اخرى؟ طب انا هجاوب السؤال ده بطريقه غير مباشره. اتفضل. انا فاكر ان انا يعني اختي راحت تعمل عملية في مستشفى خاص. الدكتور كان شرطه ان ياخد الفلوس كاش في ايده قبل ما يخش العملية. انا اعتقد كده جاوبت. بقيت اقول له طب ما انا هدفع في خزينة المستشفى، قال لي ماليش دعوه بخزينة المستشفى. ما هو يا فندم بيرجعوا يزعلوا مننا لما نقول الكلام ده ويقول لك انت بتسوق سمعه الطبيب المصري. ما انا هو عاوز الفلوس كاش في ايدي قبل ما اخش العمليه. ما هو ما ينفعش يا فندم، نبقى احنا في ازمه ماديه صعبه زي اللي احنا كروبتي فيها دلوقتي. أنا لما دي تجارب ناس كثيره جدا على فكره، ناس كثيره جدا. طب وليه يعني اخت حضرتك ربنا يديها الصحه رايحه على رجليها تعمل عمليه؟ طب يا فندم بعد الشر يا رب عن الجميع اللي بيتخبط في حادثه وبيبقى بين الحياه والموت وبينزف، والطوارئ في المستشفى ما بترضاش تستقبله غير لما بيدفع 1000 او 5000 جنيه تحت الحساب. دي ايه يعني؟ يعني هل ينفع نفكر ان احنا نعمل حاجه زي كده تجبر القطاع الخاص بالمساهمه بنسبه ولو بسيطه من العمليات الجراحيه الكبيره اللي بتتعدى مثلا اللي بتتعدى 50000 جنيه او 100000 جنيه؟ هي محتاجه طبعا تدرس الاسباب، انه احيانا ممكن تطلعي قرارات وياخدوا القرارات دي ويروحوا مجلس الدولة ويلغيها لك، ممكن تطلعي قوانين وياخدوا القوانين دي ويروحوا المحكمة الدستورية ويلغيها لك. أنا هديكي مثال. كان مرة طلع قانون قال أنه المصريين في الخارج بيبقى فيه ضريبة. أنت عارفة أمريكا ومعظم الدول الأوروبية، انت شغاله جوه شغاله بره بياخد ضريبه على دخلك. هو بيبص لها ازاي؟ بيبص لها انك في النهايه بترجعي وتستخدمي خدمات الدوله، طرق وميه وصرف وكهرباء وبتاع، وبالتالي لازم تساهمي في التكلفه اللي اقامت هذا. اللي حصل ايه؟ ان اتحكم بعدم دستوريه هذا القانون، على الرغم من انه ممكن ينظر اليه على انه في نوع من العداله. ليه؟ لانه اللي بيتحمل عبء الكهرباء عشان استثمر عشان اعمل كهرباء واعمل طرق واعمل صرف واعمل ميه واعمل ده، هم الناس اللي شغاله هنا اللي انت بتاخدي من ايراداتهم علشان تمولي الكلام ده. فبالتالي اللي اشتغل بره وبيرجع بيستفيد بالكلام ده، بل بالعكس ممكن يكون دخله اعلى من الراجل اللي هنا، وبالتالي ممكن يتحمل شويه مع الناس اللي هنا. المحكمة الدستورية جت قالت لا. طبعا في فلسفة عند المحكمة الدستورية، إقليمية الضريبة وما إلى ذلك، لكن هناخد جانب تاني هو جانب العدالة. العدالة بتقول إنه إحنا كنا مواطنين وكلنا بنستفيد من الخدمات اللي هي بتتم توفيرها، فممكن يحصل عليها مناقشة. فعاوز أقول لحياتك في النهاية اللي أنا قصدته إنك ممكن تعملي القانون، ولكن هيعدي ولا لا بعد كده هيتم تحديه وعند المحكمه الدستوريه. تمام. طيب اسمح لي قبل ما اناقش الفكره الثانيه اللي جت ناخد من سوهاج. مين يا شباب؟ استاذ رمضان، صباح الخير يا فندم. الو، اهلا بيك، اتفضل. والله انا راجل معاك. لا الصوت صعب، الصوت وحش قوي. الو، معلش تعلي صوتك شويه. انا راجل معاك. راجل على المعاش، اتفضل يا فندم. وباخد علاج فعلي. وبتاخد علاج ايه يا فندم؟ باخد علاج فعلي من التأمين الصحي. علاجك تبع التأمين الصحي، تمام. جيت شهر اهو ما صرفوش العلاج، قال روح هات العلاج. معلش الصوت كان صعب شويه، حاول تتصل بينا مره تانية. وقبل ما انسى بس، الاستاذ شوقي اللي اتصل ودكتور محمد طلب تليفونه
الخط قطع يا أستاذ شوقي من غير ما تدينا رقمك، فلو سمحت ترجع اتصل بينا مرة تانية. أستاذ شوقي من القاهرة، أستاذ محمد من القاهرة، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، أهلا بيك، تفضل. أنا اسمي دكتور محمد جوهر. أهلا بيك. بسأل سيادة الوزير، وأنا عارف أنه راجل التأمينات من قدير في مصر، أنا بسأله هل أنت مقتنع بعدالة نظام المعاشات؟ هل الأموال المعاشات دي كلها لو كان العائد بتاعها بيحسب بطريقة صحيحة كان مستويات المعاشات تبقى بهذا النحو المتدني؟ وليه ما بتربطش بين زيادة معدل زيادة الأسعار مع المعاشات بحيث تديهم علاوة سنوية تتسق مع ارتفاع الرقم القياسي للمعيشة بحيث تحافظ له على دخله، مش تنقصه كل ما ترتفع الأسعار بمعدل أعلى من الزيادة في المعاشات، كأنك بتقول له أنت خدمت 100 سنة أو 40 سنة وخد أخرتها أنك ما تقدرش لا تعيش ولا تتعالج. ليه ما بتربطش مع زيادة المعاشات مع ارتفاع الرقم القياسي للمعيشة عشان تحافظ على الأقل على مستوى يعني معيشة ثابت مش متدني كل سنة؟ بشكرك جزيل الشكر يا دكتور محمد. هنرد على الجزئية دي، بس نرجع لاقتراح الأستاذ عمر اللي بيتكلم على إمكانية إنشاء صندوق لكل طالب، كل طالب بيحط 50 جنيه في الصندوق ده من كي جي 1 لغاية تعليم ما بعد الجامعة أو حتى لو تعليم فني أو غيره. ده الفكرة دي حضرتك شايفها إزاي؟ هل قابلة للتنفيذ ولا صعبة؟ هي لازم تتحسب ولازم تتشاف، لأنه أكيد في ناس ممكن توافق، في ناس تقول لك لا أنا بدبر نفسي بنفسي، في ناس تقول لا ما أنا معيش الخمسين جنيه دولت ومعرفش هل هو 50 جنيه شهري ولا 50 جنيه سنوي. طب في النهاية المبلغ دوت هتعمله فيه إيه؟ أنا أعتقد أنها ممكن تدرس ونشوف يعني لو كانت، لكن هو طبعا الدولة أنشأت اللي هو الصندوق بتاع الإسكان الاجتماعي، الدولة بتخصص له دعم. وكمان في مبادرة البنك المركزي بأن هو يوفر قروض للإسكان بعائد مخفض. فيعني بالتأكيد السكن الاجتماعي لازم، وطبعا صراحة يعني المبادرة بتاعت السيد رئيس الجمهورية بخصوص 500,000 وحدة، بالإضافة إلى أن في 155,000 وحدة، دي مش أول مرة، دي مش أول مجموعة وحدات سكنية تم طرحها. أنت 655,000 وحدة ده يعني رقم ما تعملش في تاريخ مصر يعني. فإذا فعلا ده هيساهم، خاصة أنه مش هيبقى سكن عشوائي، هيبقى سكن منظم. فبالإضافة إلى أنه برضو الدولة بتخصص موارد عشان التعامل مع العشوائيات وعملية إحلال فيها. اتأخرنا يا فندم إحنا في التعامل مع العشوائيات جدا جدا. ويا رب إن شاء الله بإذن الله يحصل فيه تطور فيها خلال الفترة اللي جاية. فطبعا السكن الاجتماعي أنا بعتبره من أولويات، يجب أن يكون من أولويات الدولة. لأنه النهاردة إن ما لحقناش نعمل حاجة في السكن الاجتماعي معناها مناطق عشوائية أكتر. ودي مش في صالح الدولة ولا صالح المجتمع المصري. يعني هنلاقي إنه موازنة السنة المالية اللي هي شغالة دلوقتي وموازنة السنة المالية الجديدة في مخصصات مالية بتتزايد للتعامل مع العشوائيات. واعتقد انه جزء من حصيله الضريبه العقاريه هيتم تخصيصها لصندوق العشوائيات، وده ممكن ان شاء الله في خلال السنه دي والسنه الجايه واللي بعدها يبدا يجيب اثر على الارض. نعم، اسمح لنا ناخد من انا استاذه سحر. صباح الخير يا فندم. ايوه صباح النور، ازيك يا استاذه منى؟ يا اهلا بيكي يا حبيبتي، اتفضلي. لو سمحتي يعني طالبة مني الخدمة، اتصلت بيكي يوم من 15 يوم، يوم السبت زي كده، وعايزة اشتغل. كانت ظروفك ايه يا استاذة سحر؟ قلتيلي انت من هنا وعايزة اشتغل، عندي 4 اولاد واحنا ناس بسطاء، ناس ضعاف على قدني. تفتكري مين الضيف اللي كان معايا ساعتها؟ لانه انا افتكر كان ضيفي كريم قال لي تسيب رقمها واحنا هنتصل بيها. كان ضيفك الاستاذ عيد حواش. استاذ عيد حواش. طيب
سيبي لي رقمك يا استاذه سحر بعد اذنك وهنكلمك ان شاء الله ما بين النهارده لبكره هنكلمك، بس تاكدي انك تسيبي رقمك قبل ما تقفلي. ناخد النمره يا شباب لو سمحتوا. طيب سحر انت لسه معايا على التليفون؟ طيب الخط قطع، بس اتمنى ما تقفليش غير لما تتصلي بتدي زمايلي رقمك لو سمحتي. الحديث عن كان من دكتور محمد اللي اتصل عن اموال المعاشات، كان بيسال سؤال بسيط جدا بيقول لك هل اموال المعاشات بتصرف بالشكل المناسب؟ ما معناه يعني هل لو كانت بتصرف فعلا بالشكل الصحيح مش كنا دلوقتي ارتقينا باحوال اصحاب المعاشات؟ بس حضرتك الموضوع ده موضوع متراكم بقاله يعني القانون الحالي اتعمل سنه 75، يعني النهارده بنتكلم في 41 سنه. اللي انت فيه ده تراكم اكتر من ال 40 سنه. ما كانتش الاداره علميه لاسباب متعدده، فوصلت لمرحله انت عارفه 18 سنه الحد الاقصى اللي امن لك عليه من اجرك المتغير 500 جنيه. خدي زي ما انت عاوز، اقبضي 10,000 جنيه، مش هامن لك اكتر من 500. وبالتالي لما بتيجي خارجه ال 500 دول تاخدي منهم 300، لانه في معادلات وفي حسابات وفي بتاع. طب مش ده ظلم يا فندم؟ ظلم بقى للي كانوا قاعدين على الكراسي وما هماش فاهمين حاجه. ظلم للي كان مش قادر يشوف الصوره ومش قادر يشوف هياخد الناس فين. ظلم للي كان قاعد وعمل يعني كان في قانون اتعمل سنه 1980 كان بيقول فائض اموال التامينات يروح بنك الاستثمار القومي وتتاخد عليه 4.5%. يعني عاوز اقول لحضرتك انما انت وصلتي النهارده الوضع. انا اعتقد انه خلال الاربع خمس سنين الاخيره تم اعطاء زيادات للمعاشات جابت اثر ايجابي على اصحاب المعاشات، وما زال ويعني عاوز اقول لك بدا التحرك اعتبارا من 1/7/2008 بدات تتحرك الاجور التامينيه، لانه يعني ايه تقبضي مثلا 5000 جنيه وانا مامن لك 1000 ومامن لك 1000 هتخرجي ب 800. يعني هي دي المعادله اللي لازم نفهمها، انه انا ما كنتش مامن الاجور بتاعت الناس، اجور الناس بره التامينات، وبالتالي الناس لما بتطلع بيفاجئ بان هو لا انا امبارح كنت بقبض 5000 هو ليه المعاش النهارده 800 جنيه في الوقت اللي الاسعار فيه بتعلى. ما انا بقول لك خليكي وانت طالعه مباشره، وانت طالعه ازاي امبارح كنت بتقبضي مرتب 5000 وازاي النهارده خارجه على المعاش ب 800 جنيه؟ علشان هم حاطين الاجور بره التامينات، ما بياخد يعني مطلعينها بره، بياخد جزء بسيط من اجرك. والسنين دي كلها يا فندم يعني ما كانش في حد عنده رؤيه، ما كانش في حد يعني لما تيجي تكلميهم، مع احترامي طبعا لاي حد، بس ما كانش في حد مثلا فكر يتعب نفسه ان هو يراجع المنظومه دي كلها على بعضها رفقا باصحاب المعاشات. انا فاكر ان انا جيت مصر 2007 واتطلب مني ان انا اعمل دراسه تشخيصيه هو الوضع ده ليه؟ لقيت ان اكتر جريمه ارتكبت في حق اصحاب على مدار 18 سنه في حق اصحاب المعاشات في حقنا كمواطنين هي المعاشات، نظام المعاشات، انك انت سايبه لي اجري بره التامينات وافاجئ وانا خارج على المعاش ان المعاش صغير، ان الاجر بيتسخط. لا بيتسخط من 5000 ل 800 زي ما حضرتك قلت، لانه هو ساب الاجر بره التامينات، سابها بره، يعني ما امنش للناس على اجورهم. يعني ايه؟ انا هقول لحضرتك على حاجه عشان اديكي مثال. اديني مثلا. واحد استاذ جامعه بيقبض 8000 جنيه مرتب، 500 اساسي و 7500 متغير، هتامني له ال 500 الاساسي، ومن ال 7500 المتغير هتاخدي 500 بس جوه التامينات. يبقى كده انا امنت على 1000 بس. نيجي نسوي لك ال 500 بتوع الاساسي يطلع لك منهم 400 جنيه، ونيجي نسوي لك ال 500 بتاع المتغير يطلع لك منهم 300 جنيه، ونقول لك اتفضلي معاشك 700 جنيه. فتقولي ازاي انا كنت بقبض امبارح 8000 ومطلع لي النهارده ب 700؟ لان انا ما كنتش مامن لك ال 8000. طيب بما ان احنا النهارده في فجينا قلنا لازم الكلام ده يتلغي ولازم افتح وادخل الاجور.
افتح كان عامل حد اقصى الاجور التامينيه. لما تيجي تقولي لي احنا بداناها في 1/7/2008 فكان اول قرار اتاخد ابدا افتح الاجور التامينيه ودخلها جوه التامينات. احنا في 1/7/2008 كان اجمالي اللي جوه التامينات بنتكلم في حوالي 1100 جنيه. النهارده واحنا قاعدين من اجر حضرتك اللي جوه التامينات 3100 جنيه. يعني لو انت بتقبضي 8000 النهارده اللي متامن عليه 3100، لو خرجتي معاش بكره ممكن تاخدي 1700 1800. ده نتيجه التحريك. لو كانت فضلت واقفه زي ما هي كانت واقفه ما كانتش الناس حتى هتوصل لده. والتضخم، فهنفرق بين الحاله بتاعت ان انا بشتغل النهارده واطلع بكره معاش، طيب، او الحاله الثانيه ان انا بقيت صاحب معاش وبتحرك. بقى صاحب معاش وبتحرك هو بقى لنا فتره الزيادات، وفي بعض السنين كانت الزياده مرتين، مره في يناير وفي مره في يوليو، وفي بعض السنين كانت 30%، في بعض السنين 15%، في بعض السنين 10%، فبدات تجيب اثر ايجابي على اصحاب المعاشات. نعم. لكن عندك ما زالت المشكله الخطيره حاجتين. إيه؟ الحاجه الاولانيه هو انفصال الاجر اللي انا بقبضه النهارده عن المعاش اللي انا هاخده بكره. مش مأمن لك على الأجر ده، مش مأمن لي على الأجر. والأسباب عديدة. أصحاب الأعمال بيبقوا ضد الكلام ده، يقول لك لا ما أقدرش إن أنا بديله 4000 أو 5000 أمنهم. ليه؟ يقول لك عشان تكلفة التأمينات 40%، بيدفع عليهم أكتر. يعني هو بيدفع 26 والعامل بيدفع 14، وساعات العامل يقول له أنا ماليش دعوة، أنا عاوز اللي أخده أروح بيه لعيالي. فهو إيه، يقول لك أنا بشيل الليلة بدفع ال 40%، وبالتالي فهو عنده تكلفة التأمينات بالنسبة له 40% نتيجة ان العامل. الحاجة التانية ايه؟ الحاجة التانية بقى ظاهرة التهرب. ظاهرة التهرب. يعني مثلا في بعض الناس بتبقى اعين 10 عندي اامن على 7 و3 لا. يا ريت بس كده. يا ريت بس كده. ده انا عينت الراجل مضيته على عقد لاجره الحقيقي اللي هيقبضه 3000 جنيه. ومضيته على عقد تاني لغرض التأمينات ب 200 جنيه. احنا ومعاهم بقى، ومعاهم عشان برضو يكون صراحه بنتفنن، والله بنتفنن ازاي نتهرب من الضرايب وازاي نتهرب. ثانيه واحده فندم. ومعاهم يمضي حاجه اسمها استماره 6، ومعاهم بيمضي حاجه استماره 6 عشان لو فتح بقه وراح قال لا يا جماعه انا باخد 3000 اتفضل استماره 6 استماره 6 يا سيدي، مع السلامه روح انت ماضيها. واحيانا كمان يمضوا استقالته. أستاذة سامية من اسكندرية، معلش الخط قطع يا أستاذة سامية، حاولي تكلمينا مرة تانية. أستاذ محمد قاهرة، اتفضل يا فندم. أنا دكتور محمد جوهر. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك. اتفضل يا دكتور، بس وطي التلفزيون لو سمحت. أهلا وسهلا، حاضر. أهلا وسهلا. أنا اللي بعقب على الكلام السيد الوزير، أنا دخلت معاكي قبل كده. ايوه يا فندم، حضرتك اتكلمت على اموال المعاشات، ده احنا من ساعتها عايزين بنتكلم عن الموضوع، فتحت لنا انت موضوع مهم جدا الحقيقه في موضوع المعاشات ده. لا لا، انا هتكلم في موضوعتين نقطتين بس صغيرين. اتفضل. لا، اول حاجه ان عائد استثمار اموال المعاشات متدني للغايه، ولازم السيد الوزير يبحث على مجالات استثمار تخلي اموال المعاشات تجيب عائد زي كل البنشن فاند في كل بلاد العالم. لازم تجيب عائد ما تسلفش الصندوق الاستثمار القومي وغيره وغيره بهذا السعر المتداني. تمام. النقطه الثانيه، انا عملت اقتراح ارجو ان انا اسمع فكر سيادته، ان اربط الزياده المعاشات القديمه، ما بتكلمش على الجديد، بارتفاع المستوى القياسي الاسعار. يعني مستوى القياس الاسعار ارتفع خلال السنه، وعندنا اكثر من مقياس، نشوف مقياس الاسعار الاساسي ارتفاع الرقم القياسي اسعار المعيشه الاساسي، سواء اللي يصدره البنك المركزي او اللي يصدره الجهاز المركزي للمحاسبات، اعرف معدله قد ايه، قد العلاوه زي هذا المعدل او اكثر منه 0.5%، بحيث احافظ على مستوى المعيشي بتاع الراجل اللي ادى دوره تجاه بلده. ما يبقاش كل ما ترتفع الاسعار دخله الحقيقي بيقل، لا ده انا بزوده وفقا زي اعانه غلاء المعيشه. طيب انا بشكرك واسمع رد، اسمع رد دكتور محمد، بشكرك يا فندم. رايك ايه يا فندم؟ موافق. اقول لحضرتك موافق وعملتها. كنا انا في فتره كنت مساعد وزير ماليه للتامينات والمعاشات، عملنا مشروع قانون اسمه 135، نصين في نص صريح ربط المعاشات المنصرفة سنوية بمعدل التضخم، بس للأسف جم لغوه. ليه؟ عندهم أسبابهم، لكن اللي أنا بقول لحضرتك، لكن القانون الحالي اللي هو معمول سنة 75
مين اللي لغوه؟ هقول مين اللي لغوه؟ الجهة يعني مش أشخاص. لا مين؟ جي وزير وعرض على مجلس الوزراء ولغى. لكن خليني أقول لحياتك على حاجة بس الدكتور محمد. هقول له اقرأ قانون 79 لسنة 75 اللي هو القانون الثاني النهاردة، هتفاجأ بحاجتين يا دكتور محمد. رقم واحد، القانون لم ينص صراحة على ان انا ازود المعاشات. عيب خطير جدا. مش هقولك بقى ان هو ما قالش ان انا اربطها بالتضخم، ده قال في مادة 8 اقراها حضرتك يا دكتور محمد، قالك ايه؟ لما يبقى في فائض اكتواري، لما تعمل تقييم اكتواري يبقى في فائض اكتواري، اعرض على مجلس ادارة الهيئة رقم واحد انك تسدد العجزات الاكتوارية اللي قبل كده، رقم اتنين انك تعمل مخصصات، واذا فات حاجة بعد كده ممكن تبقى تدي زيادة مع الارقام القياسية. طبعا ده عيب خطير جدا في القانون، لانه يعني عمل حاجتين غراب جدا. زيادة المعاشات ده حق الناس، لان زي ما قال الدكتور محمد في تضخم، ولازم عشان احافظ على مستوى معيشة المواطنين ان انا اعوضه عن نقص القوة الشرائية للنقود، لا خلاف على ذلك. لم ينص القانون على ان انا ادي زيادة سنوية. مش هقول بقى ايه ربطها بالتضخم، لا ده ما قالهاش خالص. ولذلك طبعا مع موضوع الاستثمار ومع موضوع التضخم وكده بتتدخل الدولة سنويا بانها تمنح الزيادة. ايوة، ما هيش مربوطة بقى بمعدلات التضخم، ولذلك انا عشان اعملها ربط معدلات التضخم لازم يبقى في قانون بيقول لي ادي الزيادة السنوية بغض النظر همولها منين، وفي نفس الوقت اربطها بمعدل التضخم علشان احافظ على مستوى معيشة المواطنين. انا بقول للدكتور محمد انا شخصيا موافق، ده حق الناس. تقدر بس تقدم اقتراح بحاجة زي كده يا فندم؟ ما انا بقول لحياتك هي بتبقى منظومة، انت ماشية في قانون معمول من سنة 75 واخدة بحياتك. التركيبة اللي موجودة فيه ده مش متوازنة، عملنا تركيبة جديدة وعملنا مشروع قانون جديد ونصينا فيه صراحة على ربط الزيادة السنوية. إيه رأي حضرتك لو متصل الكريم يجي لحضرتك مثلا بالمقترح ده وتتناقشوا فيه مع بعض وحضرتك مشكورا تقدمه؟ يعني أنا عارف أن هي منظومة متكاملة بس يعني نبدأ فيها. هو أنا عارف أن وزارة التضامن حاليا بتعمل مشروع قانون جديد وأنه فيه نص فيه على حاجة زي كده. طيب أستاذ حسني، صباح الخير يا فندم. ازيكم؟ صباح عليك الكريم. يا اهلا بيك، اتفضل. اهلا بيك سيادتك. انا دلوقتي كنت باخد كنت داخل التامينات في شركه فارماسيتيك وطلعت على المعاش. يعني بعد ما انا رحت طلعت على المعاش وصاحب العمل بعد قال تاخد كل التامينات بطلنا على استمرار سته. انا رحت مع سته قال اديك نص المرتب نص شهر يعني مع التامينات مع الشيوخ اللي معايا قطع نص المرتب. اصبحت دلوقتي باخد شهر والله 13 وقطع نص المرتب كمان، يعني باخد شبات 13 يعني دلوقتي انا مش عارف اعيش. نعم دلوقتي مش عارف اعيش بالرمضان 13 اعمل ايه يعني؟ مش عارف اعمل ايه. طيب اسمع دكتور محمد كده ممكن ينصحك بايه يا فندم؟ بعد اذنك القانون دلوقتي يعني كل الناس ليها قرض، يعني الناس اللي بتوع التدريب الاجتماعي ما لهمش قرض، يعني الاحوال الشخصيه ماشيه على الناس المعوقين، اللي ياخدوا قرض ما لهوش قرض حتى لو 5000 او 10000. طب خلينا بس في الشق الاول من سؤالك، كان انه حضرتك صلح لي بس المعلومه ان حضرتك يعني اصبت في عينك فصاحب الشغل طلعك على المعاش ومضاك على استماره سته وبيصرف لك المعاش يا فندم ولا ايه؟ لا يا فندم قطع، وبعد سنتين قطع نص المرتب. بقى له سنتين قطع نص المرتب، قطع نص المرتب وطلعني من التامينات. قطع نص مرتب وطلعني من التامينات. طب السؤال ايه يا فندم؟ انا مش فاهم السؤال ايه؟ السؤال سألت دلوقتي انا دلوقتي الناس المعوقين قالوا ليهم 500 جنيه، يعني سيادة الوزيرة ندى والي قالت ليهم 500 جنيه فالناس المعوقين دلوقتي ما صرفوش ولا شفنا منهم بقالهم اكتر من سنتين الكلام ده بيتقال الكلام ده. ما لناش قرض. يعني الناس اللي هم ليهم تامينات، الناس اللي عايشين كلهم لهم قروض الا المعوقين، ما لهمش اي قرض. واي قانون في الاحوال الشخصيه ولا ماشي عليهم، قانون البنوك مش ماشي عليهم، دي مشكله. وسيادتك معلش انا اعرفك بنفسي، انا حسني اللي كلمك اللي ضايع منه ابنه، وقلت سيادتك اكلمك. اللي ايه يا فندم معلش تاني؟ سيادتك انا كلمتك لحد اللي فات. وسيادتك انا كان قاعد معاكي. اللي انا ضد الضرير وابني بيتاخد مني.
طيب كلمك يا فندم ولا لا؟ هو اخذ رقمك ساعتها منين؟ مفيش حد كلمني يا فندم، مفيش حد كلمني يا فندم. طيب عايزين نتابع يا شباب. حاضر يا استاذ حسني، حاضر، عايزين نتابع يا شباب. بس كان سياده النائب مين يا فندم اللي معانا تفتكر؟ كان سيادتي محمد، مش عارف كان بيتكلموا على اللبن ساعتها، كان مع اللبن المدعم. سيادة النائب محمد وهب الله، هو فعلا اخذ رقمك ساعتها وقال انه هكلمك، احنا هنحاول نكلمه ونعرف ليه ما تمش الاتصال. حاضر يا ستي. انا ما ستي، انا اتعذبت والله العظيم يا بنات، اقسم يعني نلت فلوس وعينيا وعملت العمليه كعينيا كمان، عينيا راحت. ها عمليه خاصه. طيب سيب استاذ حسني اي حاجه ثانيه. ايوه ثواني يا جماعه، ده هو المتصل ده اللي ما سابش رقمه صح؟ كان في في حد يومها الحقيقه واحد بس اللي ما سابش رقمه قبل ما يقفل، هو كان حضرتك. فاستاذنك ما تقفلش دلوقتي، ادي زمي رقمك يا فندم لو سمحت. استاذ سيد قاهره، صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم، اهلا بيك. بقول لحضرتك انا بالاطاله دلوقتي بقالي 16 سنه على صوت خالتي على سن ال 20 سنه، كان الاساس بتاعي 397 جنيه، ولما طلعت طلعوني على 100 جنيه بعد ما سويت حالتي على 20 سنه خدمه تامينيه. قال لي قادر على الكذا. النهارده بعد 16 سنه انا معاشي لا يتعدى 800 جنيه. رقم معاشي 18 55 287. واخد بال حضرتك؟ النهارده بعد ما عديت سن ال 60، قال لي المبلغ ده يعمل ايه في ظل الظروف الحاليه اللي احنا فيها؟ وفي اسره وفي حاجات يعني متطلبات الحياه معروفه لدى الجميع يعني. 397 جنيه معاشك يا فندم؟ 800 897؟ الاساسي اللي كان معمول لي في الشغل 397 جنيه. 300 ساعه ما انا ما طلعت طلعوني على 100 جنيه، ما طلعونيش على الاساسي بتاعي، لا طلعوني على 100 جنيه وثلاثه. ثلاثة اتخصبوا تأمين صحي. يعني انت معاشك دلوقتي التوتال كام يا استاذ؟ التوتال دلوقتي 800 حاجة و30. 800 حاجة و30 جنيه. هل يعملوا ايه بعد انا عديت ال 60؟ يعملوا ايه في ظل الظروف اللي احنا فيها؟ رأيك ايه يا دكتور محمد؟ هو قال ان المشكلة ان هو كان متأمن عليه ب 100 جنيه بس. فطبعا لما يكون متأمن عليه ب 100 جنيه بس فهتلاقي خرج على معاش صغير. لان هو القانون بيقول انه المعاش بيبقى 80% من الاجر التاميني. فمثلا افترض ان انا متامن عليا ب 100 فمعاشي 80% يعني 80. هل ده بينطبق عليه لحضرتك مثلا حضرتك ضربته من شويه انه بجهه العمل بتامن على بتستثني الاجر من التامين فبالتالي هو بيقول ان جهه العمل ما امنتلوش على اجره. يعني اجره اللي كان بيقبضه من عندهم 300 مثلا حاجة و50 ولا 300 حاجة و70، بس كانت مأمنة عليه ب 100 جنيه بس، ولما خرج أكيد ما خد 80% أقصاها. طبعا في حاجة تتعمل له دلوقتي ولا؟ هو بس يعني يروح بقى وزارة يروح التأمينات ويشوف لو يقدروا يعملوا له معاش استثنائي. في عندهم حاجة نظام اسمه نظام المعاش الاستثنائي. المعاش الاستثنائي دوت بيكون الشخص معاش يعني وفقا لظروفه المعيشيه، عنده اولاد في المدارس، ناس عندها حاله صحيه، دخل المعاش منخفض، يعني بيبقى في عندهم نظام معاشات استثنائيه. طيب انا بشكرك يا فندم، ويا ريت يا استاذ سيد لو سمحت تروح فعلا التامينات وتشوف كده، يمكن ربنا يكرم وتقدر تاخد المعاش الاستثنائي ده. سؤالي الاخير لحضرتك يا فندم في الكلمه الاخيره، من وجهه نظر حضرتك العمليه، ايه اكتر الـ 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 الاوجه اللي احنا محتاجين نخصص فيها القيم الاكبر من الموازنه العامه؟ احنا بنتكلم على الصحه وتعليم ودعم والاسكان وغيره، بتشوف الموازنه الجديده دي هتبقى ازاي قادره تحقق التوازن اللي يضمن النهوض بمستوى الخدمات عموما اللي الدوله بتقدمها للمواطنين؟ الصحه والتعليم ومحاربه البطاله. الصحه والتعليم ومحاربه البطاله. حربة البطالة هتيجي من ان انا بخصص اموال لاستثمارات عشان اخلق فرص عمل للناس، والصحة والتعليم لان ده حق المواطنين انه الصحة والتعليم يتحسنوا من سنة لسنة. النهاردة عندنا كثافة في الفصول ضخمة جدا، عاوزين نقللها، يبقى لازم استثمر اكتر في التعليم وانشئ فصول وعين مدرسين. الصحة عندنا مشاكل في المستشفيات وفي الرعاية الصحية والمهن الطبية وما الى ذلك، لازم ان انا احط موارد اكتر من الدوله
لكن في النهاية لازم نعي أنه طول ما في عجز ما بين إيراداتي ومصروفاتي، فجوة كبيرة، فجوة ما بين مصروفاتي أكتر من إيراداتي، بضطر استلف واجي السنة اللي بعدها، بدل ما خصص العبء الدين العام بالظبط، بدل ما خصص ده للصحة والتعليم وإن أنا أعمل مشروعات عشان أسدد الديون اللي عليا. فلازم الوضع ده يتحسن، ولازم موارد الدولة تزيد، ولازم الإنفاق يعني الكنترول او يعني يتم السيطره عليه، يعني يتم السيطره عليه بحيث انه عبء الدين. متفائل يا فندم بصراحه؟ بصي حضرتك، الاعباء الماليه هنقدر على حاجة. يعني شويه نشيلها من على ظهورنا، ونقدر نواجه تحديات، وعندنا ظروف صعبه، عندنا نمو سكاني كبير قوي وفي غايه الخطوره، وما فيش نمو اقتصادي ملحقه، لانه النمو السكاني النهارده بتكلم في 2.5-2.6، عشان الحق ده محتاج اعمل نمو اقتصادي 8% او اكتر عشان الحق ده. انا النهارده في السنه الماليه دي بنتكلم ان النمو الاقتصادي 4.2-4.4، ده ما يلحقش النمو السكاني ده، وبالتالي ممكن يؤدي الى زياده معدلات الفقر. هذا الخلل محتاج ان انا اضخ اكتر في الصحه والتعليم والاستثمارات. فعشان كده بقول احنا بنواجه تحديات، التحديات دي صعبه، ولكن انا بقول مصر واجهت تحديات اصعب من كده خلال الفترات القادمه، وانا بقول ان شاء الله باذن الله يا رب، عشان في وجه الله كبير، انه الوضع يمشي لطريق افضل وان اوضاعنا الاقتصاديه تتحسن باذن الله. انا بشكر حضرتك جزيل الشكر الحقيقه، مش بس على وجودك معانا، ولكن على هذا الكم من الصراحه، بالصراحه في عرض المشكلات اللي عندنا، والصراحه في عرض التحديات اللي عندنا، لانه فكره بيع الاوهام للناس دي اللي عشنا عليها سنين الحقيقه النهاردة أصبح في منتهى الخطورة والأهمية، بمكان أنه نصارح المواطن ونقول له إحنا وضعنا إيه النهاردة بالظبط. ربما النهاردة شوية خرجنا على النطاق اللي حضراتكم تعودتوا عليه في صباح دريم، الفقرات الخدمية اللي متعلقة بإسكاننا والصحة والتعليم وملفات المختلفة اللي على طول بنركز عليها في صباح دريم، لكن شفنا أنه كان مهم قوي نناقش مع حضراتكم الوضع المالي لمصر النهاردة. اعتقد بكلمات بسيطه جدا من ضيفنا الكريم فهمنا الفرق ايه، عندنا مشكله رهيبه وهو العجز اللي عمال بيكبر يوم بعد يوم، او الفجوه الكبيره ما بين ايراداتنا ومصروفاتنا. فالتحكم والسيطره على هذه الفجوه هي ربما اساس التقدم الاقتصادي والمالي ان شاء الله لهذا البلد. جزيل الشكر لحضرتك دكتور محمد معيط، نائب وزير الماليه لشؤون الخزانه العامه للدوله. شكرا يا فندم، بشكركم على حسن المتابعه. ان شاء الله بكره ملف جديد وموضوع مهم جدا لحضراتكم في تمام 9 صباحا في صباح دريم.